يو السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وانتم كتفرجوا معايا هذا الفيديو هذا. الا كنتي جديد في لاشين ما تنساش تكليكي لايك سبسكرايب، ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو هذا حيت الطوموبيل اللي غادي نعملو غادي تكون سبيشال بزاف. ما تنساوش تجيبوا شي كونسوماسيون حيت هذا الفيديو هذا غادي يكون سبيشالي. اوكي ما تنساوش اخوتي لايك سبسكرايب وخلينا نبداو هذا الفيديو هذا. غادي نعطيكم واحد اللمحه صغيره. المهم ها هي. اوكي ما شاء الله، خليكم على الفيديو. اوكي جايز، المهم كيما كتشوفوا معايا الام 3 كومبيتيسيون اللي جينا نعملوا عليها فيديو ما شاء الله اللهم بارك. غادي قبل ما نبداو الفيديو على الام 3 غادي نعمل واحد شو روم تور. غادي نعمل واحد شو روم، واحد الدويره صغيره على شو روم باش غادي نوريكم شنو كاين. اوكي المهم لونطري ديال الشو روم كاين كيخلي الطوموبيلات مزيانين على بر من داخل. كي كاين الطوموبيلات اللي كيشريو بزاف ديال الناس. اوكي بحال ا 3 بحال كلاس ا بحال. المهم هنايا الام 3 كومبيتيشن 2021، الار اس 6 2021 فولي بلاك. هادي راه بزاف هاد الار اس 6 راه عرفتي ناردو غري وفيها جون كامل كحال، فيها كربون عمرة كربون. وهادي كاين فيراري كاليفورنيا، فيراري كاليفورنيا كيما تشوف. وكاينة بنتلي كونتينونتال في اللون، في اللون بحال موف مغلوق بحال اللون ديال الباربا ما شاء الله. ها هو كيبان اللون مزيان دابا. هنايا كيما كتشوفو فيراري راسيس دبليو دوز في 8 فيراري كاليفورنيا الار اس 6 في 8. وهادي غنهضرو على الانجن ديالها من بعد. هادي واحد الانجن عندها في شكل واحد الانجن، ماشي في ماشي في 6 ولا في 8 ولا هاديك، عندها واحد الانجن مزيان غادي نهضرو عليها من بعد. اوكي خليكم مع السينيماتيك، خليكم مع السينيماتيك وغادي نبداو دابا. اوكي خوت، كما كتشوفوا غادي نهضروا دابا على الام 3 من بعد ما عملت لكم سينيماتيك وعملت لكم دوره على الشوروم. اوكي ما غاديش تشوفوني بزاف، ما غاديش تشوفوني بزاف دابا حيت غادي ندير لكم على الام 3. اوكي اول حاجه غادي نهضروا على الديتاي اللي هما هادو وهادو وهاد جوايه هادو هاد الدخيلات. وغادي نهضروا على الدخيلات الكارفور اللي هنايا هنايا. غادي نهضروا على هاد الجوايه هادو هاد اللعيبات هادو اللي كيبانو. اوكي غادي نهضروا على دخيلات الكربون هنايا. غادي نهضروا على هاد اللعيبات هادو، غادي نهضروا على هادو هادو كاملين اللي كنوريكم دابا. الايروديناميك الديتاي ديال الايروديناميك اللي كيعاون الطوموبيل تلصق في الارض، الكربون حتى هو باش كيخفف الطوموبيل، ثم سطح الكربون كامل. اوكي كما كتشوفوا سبويلر الكربون هنا، الطوموبيل جات عريضه من اللور، عريضه عجبتني بزاف الطوموبيل انا من اللور بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش. النور جاتني حسن من الام 3 قديمه بزاف بسنوات ضوئيه سرعوها، ولكن قدام غنقول لكم علاش قديمه احسن. اوكي كما كتشوفوا هاد اللعيبات هادو ديال الضواو اللي كيبينوا الطوموبيل اذا كنتي ماشي من بعيد باش تبان لك فحال الضواو ضد بابا. وهادو هنايا كما قلت لكم ديكوراز الايروديناميك، شو الطوموبيل شو الطوموبيل مبعش حاجه زمان عريض بحال قلتو شي ليبرتي وولك ولا شي حاجه بحال هكذا. الطوموبيل خفيفه بزاف 1700 كيلو 1750 تقريبا. الطوموبيل عامره كربون غادي نوريها لكم من بعد. اوكي المانغوس عاديين ريتروس كربون
ريترو واز كربون فيهم هاد اللعيبات في حق كرش الديكور ديال هنايا عملوا هنايا وهنايا على حساب الايروديناميك باش كيدخل الريح هنا الطوموبيل كتحاول تلصق في الارض وتشد في تشد في بعضها شنو اخر هاد التويشيز هادو الام 3 كيم كومبيتيسيون هنا هاد اللعيبات هادو كيجيو مزيانين في الجناب كيبين الطوموبيل اكثر اغريسيف جوانات 20 بوس 19 بوس هادي 20 هادي 19 كالندرات شويش كالندرات شويش كبارين جابوهم بزاف مقارنة مع قديمة كالندرات جابوهم كبارين هوادي قديمة كانت حدا هنايا ما جابوهم هنايا كبارين هنايا الديسترونيك هادي كاميرا كاميرا 360 نوريو شوفو كاميرا 360 هنا ها هي كاميرا 360 هنا ديسبلاي الطوموبيل الجديدين كاملين رجعو كيخرجو بالديسبلاي هانتوما الطوموبيل عامرة كربون كربون هنا كربون هنا الطوموبيل تشوفو ما شاء الله بزاف طوموبيل بزاف من ناحية لي فاغ عندها تويشيات في اللون زرق لي فاغ ال اي دي ما شاء الله شوف هنا كربون هنا غادي نوريكم ملور كراسا بيلوت كما كتشوفوا فيهم لون بيض وكحل هنا فيهم التقيبات هادو على حساب كيسخنوا مساج مسائل هنا فيك تتحكم في الطوموبيل في كراسا مسائل هنا الفولون غادي نشرحها من بعد 17 كيلومتر الطوموبيل بقى جديد شوفوا من اللور طغيان طغيان اخوتي كامله كربون كامل شوف اللور اللور الكرسي كامل كربون الطوموبيل خفيفه بزاف كاين تخيل هنايا بحال ديك الديكور الكراسة دريكارو بحال المهم الناس ديال جي دي ام كارز هما اللي غادي يعرفوا كثروا بزاف هنا في اللون بيض وهنا كثروا في اللون كحل قدام اللون كحل وهنا في اللون بيض في الالوان اللون كاين زرق هنا اللون كاين زرق في ديك الليد اللي تما هنا هاد اللعيبه هادي باش كتطيح ولا تطلع الكرسي سميطه فيها ديكور ديال بي ام زرق احمر لوغو ديالها هانتوما كيخرج الجيجان فيمي شويش من اللور هنايا الجيجان فيمي هادي فيمي تا هي قدام نورمالمون مكيخرجوش فيمي اوكي تشوفوا كاربون تمن هنا ما شاء الله كراسة جاو بزاف مسروعين والله كيما كتشوفوا هنا عندنا كامل كربون طابلو دبوغ كامل كربون لوغو ديال الام هنا كيما كتشوفوا لوغو ديال ام 3 كومبيتيسيون هنا بواط فيها وي رابور 8 ديال رابور فيتاس اوتوماتيك هنايا انجن ستار ستوب هنا فيك تفتح لي فالف لي مود ديال كوندويت هادي ديال لاكتيفاسيون ديال ديزاكتيفاسيون ديال USB وبالنسبه للفولون من هنا كاين كربون لوغو دي ام عادي فولون جاستيتو يا حلو في السوكن ديالو في الشبره ديالو هنا فيك تزيد وكتنقص الصوت هنا فيك تهضر اوديو ولا شي حاجه بحال هكذا هنا فيك تجاوب على التليفون تزايد وناقص صراحه ما عرفتش شنو نصلحها هذا ليميت فيتاس لي مود كوندويت هادي كتسكي عليها باش كتعطيك باش ما كتخليكش تخرج على الطريق ملي كتكون مثلا الطريق الخط بيض هنا والخط بيض هنا كتبقى الطوموبيل ماشي نيشان ما كتخرجش على الخط اوكي بالنسبه للشوفاج وهذوك راه كلشي معروف هنايا راه بقى بلا ما نبقى زعما نطول الفيديو على خلاها هنايا جات ليكرون 10.25 بوص اوكي 10.25 بوص بحال الديكور اللي كاينه في جوف 8 الار حتى هي 10.25 ديوان دار 4 عندك هنايا كراسه كيسخنوا ولا مساج يا هنا بالنسبه كتحكم في كونسول ديال كراسه قدام كرسي اليمين وهنا كرسي ديال اليسار اوكي الطوا ما كيتسحش هاسوما الطوا ما كيتسحش الطوا ما كيتسحش اخوتي صراحه الدو هنا هاسوما كما كتشوفوا زواقه واعره الصراحه بالنسبه لهنا
هذه غير بلاستيك ما زادش مبدعوش فيها ولا عطاو شي حاجه اللي هي شويش الايرباك. صراحة ما كاينش شي حاجه اللي غادي تشرح هذا في كتسحكن في كتشعل الضوا وهذه كتما مود اوتو اللي كي ملي كيجي الليل كتشعل بوحديتو اضواء ومسائل. هنا طابلو ديال ديجيتال طابلو ديجيتال هنا كونسوماسيون وهنايا سخانه ديال الموتور. اوكي يا هادشي اللي كاين ما شاء الله. وغادي نوريكم حاجه هنا ملي كتسح كتلقى جوج بلايص في تنزل الكاب ديالك ولا شي حاجه شي مشروب عندك ولا هذيك. هنا الدخله ديال اليو اس بي هنايا الدخله ديال كما كتشوفوا ديال داينا شي طنط اللي كيتخفى بحال الشارج ولا هذيك. هادو كما قالوا واتر بروف. ونسيت ما نوريكم هادي هاتوما كامل فيها غير بلاستيك. هنايا فين كتخبى المسائل ديالك هنايا فين كتشارجي التليفون ولا المهم. انا عجبني الكربون انا بيك فان انا الكربون هنا وكربون هنا تبارك الله. بالنسبه للور كاين لوغو الام 3 هنايا كومبيتيسيون سبويلر الكربون ما شاء الله. لي فار ال اي دي الكربون هنا تبارك الله. لي شافمو كبارين بزاف هنا عملوا الكربون غير هنا ما عملوش الكربون هنا هذا غير بلاستيك. سمع الصوت فهمت كربون خفيف بزاف مقارنة مع البلاستيك ما شاء الله. حق شوفو هي الوسوعية شوف راه بزاف ياه صراحة ما كاين مية ما كاينش شي حاجة معقدة بزاف. خوت غادي نديماريوها دابا معايا اسم ديالك فؤاد علي الهمة. المهم غادي نسولو نرانكيها واش نسمعكم الصوت ديالها. كما كتشوفوا الانجن ديالها الاي 6 لينيا واحده سد لي سيلندر ما شاء الله 503 الخيل و 0 ل 100 كتعمل 3.9 ثواني بزاف ما شاء الله. هاتوما كابو عندها نفس اللون مع الطوموبيل قدام مع الطوموبيل كامله. اوكي الخوت كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اللي عجبك كليكي لايك سبسكرايب ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ما تنساوش تكليكي لايك ما تخسروش شي حاجه اتمنى اللايك باطل ما خسر والو. ما عجبكش شي فيديو قولي علاش ما عجبكش. كانت معكم الام 3 كومبيتيسيون الار اس فيراري بنتلي. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يدخل ان شاء الله قريب ما شاء الله يا سيدي. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كان معكم كما سي تي اس. السلام عليكم.